هنا أطلقت أول رصاصة في الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل 21 عاماً خلال مظاهرة فلسطينية غاضبة داخل باحات المسجد الأقصى، رداً على اقتحامها من قبل أرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وزعيم المعارضة آنذاك بحماية 2000 جندي إسرائيلي. قوات ردت على غضب الفلسطينيين بالرصاص الحي وأوقعت في صفوفهم 7 شهداء وأكثر من 220 جريحاً. يوم دام كان كفيلاً بجر موجة من المواجهات والاحتقان استمرت لخمسة أعوام متتالية. تصاعدت الانتفاضة، هي لم تعد مقتصرة على البلدة القديمة، اجتاحت كل مناطق مدينة القدس، كل قرى وبلدات مدينة القدس من بلدة إمطوبة جنوباً وحتى حاجز قلنديا شمالاً. أدت سياسات قوات الاحتلال وممارساتها في القدس إلى اندلاع مواجهات شعبية لمقاومتها، وقد توسعت المواجهات لتشمل أراضي عام 48 وسدت أفق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إحدى الصور الراسخة للانتفاضة الثانية بناء إسرائيل للجدار العازل بحجة منع تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، جدار عزلت فيه القدس عن الضفة الغربية وأجهضت فيه حل الدولتين الذي اعتمده المجتمع الدولي. تداعيات الانتفاضة الثانية في الضفة الغربية يستعرضها معكم الزميل إبراهيم خلف. في بلدة بلعين غربي رام الله يحتفظ راني برناط بذكريات خاصة مع الانتفاضة. خلال مشاركته في فعالية الاحتجاج على اقتحام شارون للمسجد الأقصى اخترقت رصاصة قناص إسرائيلي رقبته وأصابته بالشلل. الرصاصة اللي أخذتها من نوع فراشة في ركبتي، ظلت تقطع في الأوتار وخرجت من عمودي الفقري، أثرت علي من النطق. انتفاضة قدم خلالها الفلسطينيون أكثر من 4500 شهيد ونحو 5000 جريح و10000 أسير، كما مهدت لمرحلة جديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بكل ما فيها من ذكريات مؤلمة تعود ذكرى انتفاضة الأقصى الثاني على الفلسطينيين بظروف مشابهة لتلك التي تسببت باندلاعها، خصوصا استمرار الاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية وغياب أفق لعملية سياسية. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية.